بونجور، مرحبا بكم في فلاش سبور. نادي ريدي الصفاقسي اعلن التعاقد مع ظهير الايمن التونسي عنده جنسيه ايطاليه وفرنسيه جياني دانجيلو لمده 5 سنوات، عمره ما يفوتش 20 عام بما انه لعب مع المنتخب التونسي للاواسط تحت 20 سنه. وجياني يمضي عقد كما قلت 5 سنوات، يعني حتى ل 2029، متكون في نادي ستراسبورغ الفرنسي، انتمى اذا للمنتخب التونسي للاواسط، وهذه ثاني صفقة في النادي ريدي الصفاقسي بعد فراس السكوحي اللاعب السابق لنادي حمام لنف. أيضا منتظر الإعلان في قادم الدقائق، قادم الساعات أو قادم الأيام على انتداب ريان النصراوي اللي كان أيضا في النجم ريدي الساحلي، لاعب منتخب الأواسط سابقا، عنده جنسية فرنسية، كان يلعب في نيما الفرنسي، ظهير أيسر، كان كما قلنا في النجم الساحلي عمناوي، لكن ما تمش تأهيله بسبب عقوبة المنع من الانتداب. أيضا صفقة أخرى قاعدة يتحكي عليها برشا في كواليس نادي ريدي الصفاقسي، محمد الضاوي كريستو، اللاعب السابق للنجم ريدي الساحلي، إمكانية واردة جدا للتعاقد معه إذا توصل نادي الصفاقسي الاتفاق مع الأهلي المصري. المفاوضات موجودة بالفعل رغم منافسة قوية من نادي الرجاء البيضاوي المغربية. النادي الافريقي يستهل تحذيراته للموسم الكروي الجديد 2024-2025 اليوم من خلال اول حصه تدريبيه في حديقه الرياضه، الحديقه بطبيعه تابعه للنادي الافريقي، باش تكون الحصه التدريبيه مغلقه دون حضور جماهير بقياده الفرنسي دافيد بيتوني وباقي اعضاء الاطار الفني الجديد بما فيهم المدرب المساعد الفرنسي من اصل جزائري فريد ثابت اللي كان غايب على ندوه صحفيه نهار السبت لتقديم الإطار الفني، كان وصل البارح لتونس وحاضر على ذمة نادي الإفريقي. من جهة أخرى نذكر أنه تم أيضا التعاقد مع فوزي العوني كمدرب حراس. ومداب نحكيو على الميركاتو، نادي الافريقي مهتم بالتعاقد مع المدافع السابق للاولمبي الباجي ياسين بوعبيد، لاعب حر منذ نهايه عقده مع الاولمبي في 30 جوان الماضي. ايضا الاتحاد الرياضي مونستيري والنجم الساحلي حسب معلوماتنا راغبين في انتداب هذا اللاعب، اذا تعطلت الصفقه فالنادي الافريقي عنده يعني خيارات اخرى كما حمزه بن عبده لاعب الملعب التونسي وهاني عمامو لاعب الترجي، ايضا ملاعب حر بعد نهايه عقده. من جهة الترجي الرياضي التونسي يرجع اليوم للتمارين، من منتظر الثنائي البرازيلي يان ساس ورودريغو رودريغيز يكونوا حاضرين على ذمة المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو بعد الكلام الكبير اللي تقال على إمكانية مغادرة رودريغو بتلقيه عروض من البرازيل. آخر المعطيات والمعلومات تفيد أنه رودريغو يعني بنسبة كبيرة سيكون حاضر في تونس. الاتحاد الرياضي مونستيري يعلن تأجيل فعاليات الجلسة العامة الانتخابية لعدم ورود ترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة اللي كانت الجلسة هذه مقررة بعد غدوة الأربعاء، وبالتالي تواصل مهام الهيئة التسييرية بقيادة رئيسها أمير حيزم. واليوم 10 متاع الصباح في قاعة الندوات الصحفية في ملعب مصطفى بن جنات في المونستير، الهيئة المديرة للاتحاد تقدم المدرب الجديد والإطار الفني الجديد للفريق بقيادة محمد الساحلي، مدرب تونسي كان محترف في النمسا باش يعوض لسعد جردة اللي غادر الفريق بعد نهاية عقده في 30 جوان الماضي. اتحاد بن قردان اجتماع هام انعقد البارح بين أعضاء الهيئة المديرة المنتهية عهدتها ورجالات النادي من مسؤولين سابقين للتشاور حول الحلول المستعجلة للخروج من الوضع المالي الدقيق. وحسب بيان رسمي للهيئة المديرة للاتحاد الرياضي ببن قردان، فإنه تقرر ما يلي بعد الاجتماع هذا: تكليف الكتابة العامة للنادي بدعوة كل اللاعبين لاستئناف التمارين بداية من يوم 20 جويلية الجاري، تكليف لجنة للإشراف على الاستعداد للعودة للتدريبات مهمتها توفير السكن والأكل وكل ما هو متعلق بالأمور اللوجستية، ثانيا الجانب الإداري دعوة كل الرؤساء ومسؤولين السابقين استعجاليا لعقد اجتماعات ونظر في مسألة رئاسة النادي. بالنسبة للجانب المالي تم ضبط كل ديون النادي بعد التشاور في حجمها الحقيقي وطرق استخلاصها وفق تواريخ محددة، يمكن للمنخرطين والأحباء والراغبين في الترشح الاطلاع على ديون متخلدة بذمة النادي. وأيضا دعوة رجال الاتحاد الرياضي ببن قردان من ميسوري الحال في الداخل والخارج إلى الانخراط في حملة الدعم المالي، ويمكن التبرع والدعم المادي سواء عن طريق الحساب البنكي للغرض بطبيعة
أو عبر الموقع الإلكتروني. هذا طبعا البيان الرسمي للاتحاد الرياضي ببنكردان. في النادي الرياضي بتزارتي البارح انطلاق التحضيرات للموسم الجديد بقيادة المدرب عماد بن يونس. جماهير غفيرة كانت في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت لمساندة اللاعبين. المدرب أنيس البوسعايدي أعلن البارح انضمامه للإطار الفني لفريق إفكا خيميكي الروسي في خطة مدرب مساعد، وهذه أول تجربة أوروبية لأنيس البوسعايدي خارج حدود الوطن. بطبيعة هو كان مدرب منتخب الأواسط وأيضا مدرب مساعد في منتخب الأكبر. خارج تونس الحدث البارح هو تتويج منتخب إسبانيا بلقب بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم بعد الانتصار في الدورة النهائية على إنجلترا 2-1 في المباراة اللي دارت في ملعب برلين في ألمانيا. دقيقة 47 وليام سجل لإسبانيا، عدل بالمر دقيقة 73 لمنتخب إنجلترا، ثم أضاف المنتخب الإسباني الهدف الثاني دقيقة 86. الجوائز تقريبا سيطرت عليها إسبانيا. بعد شوية نحكيه على الأرجنتين وتتويجه بكوبا أمريكا، لأنه طبعا المباراة أقيمت في الفجر. لكن فقطش نكمل مع الجوائز اللي كان أعلن عليها الاتحاد الأوروبي بعد نهاية المباراة. كما قلت سيطرة تقريبا إسبانية، أفضل لاعب في البطولة الإسباني رودري، أفضل لاعب شاب في البطولة أيضا نحكيه على الإسباني لامين يامال، واحد من الاكتشافات الكبيرة لاعب برشلونة. أما بالنسبة لهدفي البطولة فإنه 6 لاعبين تساووا في 3 أهداف، هما أبرزهم يعني الإنجليزي هاري كين، الإسباني أولمو، وأيضا فما الألماني جمال موسيالا. والمنتخب الإسباني إذن يحقق بطولة كأس أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، وهو رقم قياسي غير مسبوق. الأرجنتين تتوج بلقب كوبا أمريكا بعد انتصارها فجر اليوم على كولومبيا في الدور النهائي 1-0 بتمديد الوقت، هدف لوتارو مارتينيز لاعب الإنتر. الدقيقة أيضا 112 كانت سجل الهدف للمنتخب الأرجنتيني. ميسي خرج الدقيقة 66 بسبب الإصابة وكان متأثر برشا لدرجة البكاء. كان مشهد بطبيعة مؤثر لأحباء ليونيل ميسي، أحداث شغب كانت كبيرة خارج الملعب قبل انطلاق المباراة، تدافع جماهيري واشتباكات مع الأمن في الولايات المتحدة الأمريكية. عديد من جماهير الألاف حاولوا يعني يدخلوا الملعب ليش تذاكر، هذاك علاش اللقاء كان وخر بمدة ساعة ونص، وتقريبا كانت فما حتى إصابات في صفوف بعض الجماهير. في التنس نختم مع الإسباني الكاراز اللي توج باللقب لقب بطولة ويمبلدون المفتوحة بعد الانتصار في دور نهائي على السربي جوكوفيتش 3-0. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد. فلاش